وكالة الصحة الأوروبية أعلنت أن المتحور أوميكرون أصبح هو السائد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. كمان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحة هذه الأمراض قال في تقريره الأسبوعي أن نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية اتغير من مجتمعي إلى سائد. عايزين نفهم معنى هذا الكلام. معنا على تليفون دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير للجميع وصباح الخير يا مصر. يا أهلا بسيادتك. عايزين نفهم يعني إيه تحول النمط من مجتمعي إلى سائد؟ نعم، بالنسبة للفيروس حتى إحنا شفنا انتشاره مع المتحور الأوميكرون سريع بالانتشار، بس في نفس الوقت يسبب أعراض غير خطيرة مثل السلالات السابقة، يقترب كثير بصفات الإنفلونزا. عشان هيك بدأ التعايش بين كورونا فيروس المتحور أوميكرون مع الإنفلونزا، وبدينا في مرحلة اللي من وباء عالمي اللي هي بسموها بانديميك إلى الوباء المتوطن في كل دولة يختلف عن الثاني وإلى إنديميك. في هذه الحالة في تراجع عدد المصابين، تراجع عدد الذين يدخلون إلى غرف الإنعاش إلى المستشفيات، وأهم نقطة تراجع في رقم أو عدد أو الإحصائيات اللي بتوفوا من كورونا فيروس. هل هذه المس... عدد اللي بتوفوا مع كورونا فيروس أو من كورونا فيروس، بس فيش هذا، في تراجع كبير. صحيح. طيب هل هذه النتائج ليها علاقة بتلقي اللقاحات؟ نعم، هذا السبب الأول، لأنه إحنا وده بنعمل فرق بين السنة، أرقام الإحصائيات السنة والسنة السابقة أو السنتين بداية الكورونا فيروس. لما بدينا التطعيم أو ما كانش تطعيم كان نسبة المصابين أزيد. يعني عشان نوصل الفكرة، اليوم نتكلم عن 200 ألف مصاب في إيطاليا، في أوروبا، فرنسا، اللي بتوفوا 150-200 شخص. السنة اللي فاتت أو قبل بداية التطعيم كنا نتكلم عن 30 أو 25 ألف مصاب، بس مع 850 ألف أو 1200 اللي بتوفوا. عشان هيك النسبة كانت كبيرة بالنسبة للتوفي، بالنسبة يعني اللقاحات إلى غرف الإنعاش، وليس ضعف المتحور إيميكرون نفسه. في عوامل شديدة في نفس في عشان نقدر نصرح على الصورة اليوم. الصورة اليوم إنه الفيروس بدأ يضعف، الفيروس بدأ يشبه كثير الإنفلونزا. عشان هيك في عنا أشخاص كثيرين مصابين في نفس الوقت إنفلونزا وكورونا فيروس. بس السبب الرئيسي هو نسبة التطعيم. بس للأسف في هاي النقطة توضيح، مش في كل العالم في عنا نسبة تطعيم عالية. عشان هيك في أفريقيا والدول النامية والفقيرة نسبة التطعيم منخفضة بالنسبة لأوروبا. عشان هيك احتمال تكوين متحورات في الدول اللي فيها نسبة تطعيم أقل هي أزيد الاحتمال أنها تتكون متحورات. عشان هيك المتحور أوميكرون أجا من جنوب أفريقيا، المتحور الفرنسي أجا من الكاميرون، المتحورات الثانية أجت من دول. وعشان كده لازم يكون فعلا زي ما دايما بنتكلم يكون في عدالة في توزيع هذه اللقاحات. طيب أوميكرون زي ما حضرتك قلت ان هو سريع الانتشار لكنه ما بيؤديش الى الوفاة، او نسبة الوفاة بتاعته بسيطة جدا. فكرة انك تحتاج دخول المستشفى او اجهزة تنفس صناعي برضو صغيرة للغاية، يعني المريض ما بيحتاجش ان هو يدخل المستشفى. تفسير حضرتك لانه بعد
الإصابة بأوميكرون في بعض الحالات بتجيلها مضاعفات ما بعد التعافي، خاصة في القلب. في رياضيين كتير في العالم، في لاعبين كرة، ويمكن كان آخرهم بدر بنون لاعب النادي الأهلي. نعم، هنا القاعدة أنه بتعلق في الشخص، لأنه شخص يختلف عن شخص ثاني. في عنا أشخاص اللي عندهم أمراض ثانية ويصابون في كورونا فيروس، عشان هيك إحنا اليوم في أوروبا في إيطاليا بنقول أنه لازم نفرق بين الأشخاص المصابين رسمياً أو أول إصابة هي كورونا فيروس، أو أشخاص اللي دخلوا إلى المستشفيات وبعدين أصيبوا في داخل المستشفيات في كورونا فيروس. بالنسبة للأعراض واستمرار الأعراض والكوفيد المستمر، في بعض الأشخاص اللي بعد التعافي عندهم أعراض أخرى، خصوصا الرهق، التعب، أمراض الوجع في المفاصل، في العضلات، في القلب. هاي بتعلق من شخص لشخص، وبتعلق في كمية الفيروس أو تركيز الفيروس اللي دخل في جسم الإنسان، وفي نفس الوقت في جيل العمر الإنسان. وبنعرف إحنا للأسف احتمال إنه يتوفى الشخص إذا كان مسن أو عنده أمراض سرطان أو أمراض السكري أو أمراض القلب، أو أخذ قبل الإصابة أزيد من 20 يوم كورتيزون، لأنه بضعف جهاز المناعة. وهي كلياتها بناخذها في عين الاعتبار، بس اليوم القاعدة تتكلم بوضوح. موجودين في الموجة الرابعة، موجة الغير متطعمين، وتقريبا أزيد من 95% من الأشخاص اللي موجودين في غرف الإنعاش وفي المستشفيات هم غير متطعمين. صحيح دكتور فؤاد، لكن ما بين دول بتتجه للإغلاق وما بين دول بتتحرر من القيود، وإحنا يعني دلوقتي بنواجه متحور جديد أوميكرون، وقبله كان دلتا، إلى أين يتجه العالم في مسألة كورونا؟ نعم، هاي أو أهم شيء إن إحنا بدينا في نهاية الأعراض الخطيرة. ثانياً، يعني حضرتك توافق الرأي للناس اللي بتتحدث عن إنه أوميكرون هو يمكن يكون نهاية هذه الجائحة؟ في الطب مش زي الرياضيات متأكدين منه، بس في احتمالات حسب بحوث طبية وصحية. أنا من الأشخاص اللي الأطباء الباحثين عالمياً قلت في أول أيام بداية الأوميكرون إنه سوف تبدأ نهاية الأعراض الخطيرة، هذا متأكدين منه. ثانياً، تبدأ التعايش مع الإنفلونزا، تبدأ في نفس الوقت التغير من بانديميك إلى إنديميك، إلى حالة دولية، يعني كل دولة تختلف عن دولة تانية. في نفس الوقت بنشوف التراجع بالمستشفى في غرف الإنعاش والمستشفيات والأعراض الخطيرة. وفي نفس الوقت اليوم في أوروبا بدأ في آخر شهر واحد سوف تنتهي تقريبا الموجة الرابعة، عشان هيك لازم إحنا نغير أسلوب إعلان جميع الأخبار، عشان نعطي تفاؤل للناس إنه بدينا في التعايش، بدينا في التراجع الكبير، بس في نفس الوقت لازم نستمر بالوقاية، باستعمال كمامة في الأماكن المغلقة، وفي نفس الوقت كل النصائح والإرشادات. والنقطة المهمة التطعيم واللقاحات والحجر الصحي الذاتي في أول أيام الأعراض، لأنه الأوميكرون الأعراض تظهر فورا تقريبا بعد يوم يومين، بالعكس من المتحورات السابقة، وهذا بتقدر تساعد. في نفس الوقت المصابين غير بدون أعراض، وهم تقريبا 80% بدون أعراض، هم عندهم القدرة أنهم يعدوا في نفس الوقت. عشان هيك لازم نستمر بالوقاية وبالجميع الإجراءات. الدول تختلف من دولة لدولة، لأنه في دول بتعمل إجراءات صحية أزيد، منها إيطاليا، أوروبا، في بعض الدول
عملت اجراءات صحيه ازيد، بس للاسف في دول عملت ازيد اجراءات سياسيه واقتصاديه، مثل نفس اوروبا، الدول اوروبا الشرقيه اللي فيها تراجع كبير، فيها نسبه التطعيم للاسف منخفض. اغلب رؤساء الوزراء اوروبا الشرقيه عملوا اجراءات سياسيه واقتصاديه ازيد من انها اجراءات صحيه، وهي بتفرق دوله عن دوله بالنسبه لمقاومه كورونا فيروس. ده عظيم. طيب احنا في بدايه كورونا، ويمكن كان زينا زي الدول كتيره مش عارفين ايه هو كورونا، فكان في بعض الدول اتجهت الى الغلق الكلي والغلق الجزئي. هل شايف انه في بعض الدول دلوقتي نتيجه انتشار الفيروس وزياده عدد الاصابات، هل ممكن تكون في دول في حاجه الى غلق جزئي؟ بتعلق هنا ثلاث نقاط مهمه لازم ناخذ في عين الاعتبار. كم عدد المصابين بين كل 100,000 شخص؟ كم هو الضغط على المستشفيات؟ كم هو الضغط على غرف الانعاش؟ وما هي نسبة المسحات الإيجابية؟ وما هي قوة العدوى للفيروس؟ هذول الخمس نقاط كل دولة أو كل وزير صحة بأخذ في عين الاعتبار، مثل ما بيصير في إيطاليا في أوروبا يوم الجمعة، كل يوم جمعة بيعطوا كل الأشياء المهمة بالنسبة لهذه النقاط. ومن هذه النقاط المحافظات تبدأ تتغير من اللون الأخضر، من اللون الأبيض لليون الأصفر للبرتغالي، وفي نفس الوقت المنطقة الحمراء. في المدة الأخيرة فيش ولا دولة عملت إغلاق جزئي. ليش؟ لأنه نسبة التطعيم عالي، وفي نفس الوقت في تراجع لعدد الأيام الحجر الصحي بعد الإصابة، يعني 5 أيام وصلنا اليوم، خصوصا للي ماخذ تطعيم أو لقاحات. وهنا نقطة مهمة، إنه الجرعة الثالثة بتقوي المناعة ضد الأوميكرون وضد المتحورات، عشان هيك لازم بأسرع وقت ممكن نوصل لمناعة جماعية في العالم. اليوم إحنا وصلنا ل 53% من سكان العالم تم تطعيمهم، 13% من سكان العالم أصيبوا وعندهم مناعة بعد المرض. عشان هيك وده بنجمع المجموعتين، في عنا أزيد من 66% أو 67% اللي عندهم مناعة. نتأمل إنه بشهر 6 و7 نوصل ل 80-85% مناعة جماعية، وتراجع كبير في الإحصائيات، خصوصا في نسبة التوفي. ليش بقول خصوصا في نسبة التوفي؟ لأنه عندنا في أفريقيا والدول الفقيرة والنامية فيش عندنا مسحات عالية مثل أوروبا، فيش عندنا تشخيص سريع مثل أوروبا، فيش عندنا أرقام دقيقة بالنسبة للمصابين. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد داود، أنا أعتذر طبعا المقاطعة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك.